السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. ان شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل ثلاث وصفات حلوين جدا. اول وصفة معانا هتكون الفراخ بالبصل المكرمل، هنعمل كمان شوربة البطاطس، الدنيا برد ومحتاجين حاجة دافية كده تدفينا. هنعمل كمان جاتو الفانيليا او الكريمة، طعمه حلو جدا وان شاء الله طريقة تبقى سهلة خالص. يلا بينا نبدأ باول وصفاتنا ونشوف مع بعض الفراخ بالبصل المكرمل هيبقى مقاديرها ايه وطريقتها عاملة ازاي. نقول المقادير الاول، عندنا فرخة متقطعة 8 قطع، تمام، من وزن من كيلو ونص لاتنين كيلو، تمام معانا. اربع بصلات متقطعين شرايح، معلقة كبيرة من الزبدة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من البهارات السبعة، وملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا النهاردة، مقادير سهلة وبسيطة بس النتيجة بتبقى تحفة جدا. يلا بينا بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه. في صينية على النار هنحط شوية زيت، وكمان معلقة زبدة، من الزبدة اهي، بسم الله. لما احس كده ان الطاسة سخنت كويس والمادة الدهنية بتاعتنا سخنت قوي، هنبتدي ناخد الفراخ بتاعتنا هنتبلها بشوية ملح وفلفل بسيط خالص. طبعا الفراخ بتاعتنا متنظفه كويس قوي قوي، مغسوله وعايدين عليها نظافه، وكمان نقعينها في ميه وخل 10 دقائق علشان نتاكد ان هي معانا زي الفل، ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. انا سايبه الماده الدهنيه على النار تسخن كويس علشان ناخد نتيجه كويسه. وادي الفراخ بتاعتنا هندعكها كده بالملح والفلفل، ومعانا منار. ازيك يا منار؟ منى، اهلا منى، اتفضلي يا منى. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ بصي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون شويه. ازيك يا شيف فاطمه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه، بسم الله. بقول لحضرتك انا كنت بسالك على الديك الرومي، انت ايه بالسرنجة؟ حاضر، عينيا، عشان انا عايزه اعمله. حاضر، عينيا يا مدام منى، عينيا الاثنين، حاضر. صح؟ مفيش مشكلة. نقول تاني، الديك الرومي حقناه معلقتين كبار عسل، معلقة كبيرة من الكاتشب، حطينا كمان نص كوباية من عصير البرتقال، حطينا ملح وفلفل وبصل باودر، توم باودر، قلبنا كله مع بعضه كويس، صفيناه بمصفى تكون ناعمة جدا جدا علشان ما تنزلش الهواء معانا، ويبقى الصوص ده قوامه سايل خالص. هنجيب السرنجة ونبتدي نحقن بيه الديك بتاعنا، هيبقى طعمه جميل جدا. حطينا احنا كده بعد ما تبلنا قطع الفراخ بتاعتنا بالملح والفلفل بس قلبناها كويس فيه، حطيناها في المادة الدهنية اللي هي كانت عبارة عن معلقة زبدة وشوية زيت سخنين جدا، ونزلنا بالقطع الفراخ علشان نحمرها. ضروري ضروري الصينية تكون سخنة والمادة الدهنية سخنة علشان ننزل بالفراخ تلون معانا كده على طول وما تغيبش وما تنزلش ميتها. معانا في الوصفة البصل اللي متقطع طرنشات، كل ما كانت كمية البصل كبيرة بتدي طعم حلو قوي، كمان بتعمل صوص
كميته حلوه جدا، ينفع يتاكل جنب رز، ينفع يتاكل جنب مكرونه، تمام. فكتري البصل هيديكي نتيجه كويسه جدا. ومعانا معلقه سكر، وهنا ما تقلقيش من السكر خالص ان هو هيبقى طعمه باين وطاغي فهتقلقي من الموضوع. هي معلقه السكر دي هتكرمل مع البصل، هتختفي في وسط الفراخ والبصل والكلام ده كله، بس هتديكي صوص له طعم مميز جدا وكمان قوام حلو ولون حلو جدا. ومعانا سهى، ازيك يا سهى؟ الو، شكرا يا حبيبتي، حاولي اتصلي بينا تاني. يبقى اول خطوه عملناها بعد ما نضفنا الفراخ كويس قوي ان احنا قطعناها 8 قطع، حطينا عليها ملح وفلفل، دعكناها كويس بالملح والفلفل، حطينا في الصينيه بتاعتنا معلقه زبده وشويه زيت، ولما سخنوا جامد جدا نزلنا بقطع الفراخ بتاعتنا علشان تتحمر وتاخد لون كويس، وده مهم جدا في الوصفه عشان كمان لما تاخد الفراخ لون كويس هيدينا صوص لونه حلو جدا. تعالوا بينا نشتغل في الوصفه الثانيه، نقول مقاديرها على بال ما الفراخ بتاعتنا تاخد لون حلو، مش هنفضل واقفين جنبها عشان ما نتعطلش. وصفتنا الثانيه النهارده هتبقى عباره عن شوربه البطاطس. شوربه البطاطس سهله جدا، جميله جدا، مكوناتها كمان بسيطه، تقدري تعمليها في اي وقت، تساعد على الدفى. البطاطس من الحاجات كمان اللي بتدي طاقه، فان شاء الله تبقى شوربه لذيذه جدا وتعجبكم. عندنا مكوناتها عباره عن ربع كيلو من صدور الفراخ متقطعه مكعبات صغيره جدا، وربع كيلو بطاطس برده متقطعه صغير جدا مكعبات. عندنا بصلايه متوسطه مفرومه، نص كوبايه شبت مفروم، نص كوبايه كريمه طهي، نص معلقه كبيره من الزبده، وملح وفلفل اسود، تمام. وكريمه الطهي قلنا ممكن معلقه كبيره من الزبده وملح وفلفل اسود، تمام كده. عندنا الايه كنا بنقول كريمه الطهي ممكن نستعيد عنها بالوش اللبن، بس اهم حاجه ما يكونش وش ناشف، ساعات احنا لما بنسيب اللبن مغلي ومكشوف الوش بتاعه بينشف ويبقى طبقه ناشفه ممكن تفتت معانا واحنا بنحطها في اي حاجه، فيفضل ان انت تغطي اللبانه وهي سخنه بعد ما اللبن يغلي علشان الكريمه اللي تطلع من على وشه تبقى ناعمه خالص وتديكي شكل وطعم كويس جدا. هجيب حله احطها على النار، ونبص على الفراخ كده على بال ما حلتنا تسخن. حلوة قوي، ملاحظين ان احنا عايزين ندي لون كويس للفراخ، كل ده علشان في الاخر نوصل لصوص حلو قوي ولونه وطعمه يبقى جميل جدا، وكمان شكل الفراخ في الاخر ما يبقاش شكلها زي المسلوق، تبقى خلاص اخدت لون حلو، مش محتاجه لا تتحمر تحت شوايه ولا اي حاجه تاني. هنحط الزبده في الحله وناخد معانا الفراخ. هنستنى برضو تسخن. صدور الفراخ من الحاجات اللي تنظيفها يعتبر سهل جدا، يا دوبك بتتشطف ميه وخل وتتساب شويه كده وتتصفى، بس اهم حاجه قبل ما تقطعيها لازم تكوني مصفياها خالص وما تغسليهاش بعد ما تتقطع، تتغسل قبل ما تتقطع وبعد كده تتصفى كويس جدا من الميه اللي فيها، بعدين تقطعيها مكعبات صغيره، ده هيخليها ما تشربش كميه ميه زياده، ولما نيجي نحطها على النار ما تلاقيهاش عماله تطلع في ميه. تمام جدا، الفراخ شغاله معانا حلو قوي وقربت خلاص عشان نطلعها. ما ينفعش احط الفراخ قبل ما الماده الدهنيه بتاعتي تسخن كويس، لان لو حطيتها قبل ما تسخن كويس هتبتدي تنزل في ميتها ومش هنلاحق عليها، وبعدين تنشف وتبقى قطع الفراخ نفسها تحسي فيها ان هي ناشفه شويه، اليافها جامده، انما لما تنزل في ماده دهنيه سخنه هتلاقيها على طول خدت لون وقفلت على نفسها، الانسجه بتاعتها من بره قفلت، فتحتفظ بطراوتها وتطلع معاكي بعد كده وانت بتاكليها لذيذه وطريه ما يبقاش فيها اي حاجه بتشد. هنجيب طبق بقى نطلع فيه الفراخ بتاعتنا اللي اتحمرت،
هنبتدي نطلع في الفراخ. كده الفراخ تعتبر بقت يعني نص تسوية، خصوصا ان احنا مقطعينها اربع على تمن قطع، الفرخة على تمانية، فان شاء الله مش هتاخد وقت معانا كبير في التسوية ولا حاجة. ومكان ما حمرنا الفراخ في نفس الطاسة او في نفس الصينية في نفس المادة الدهنية، هننزل بالبصل. شايفين كمية البصل؟ كل ده هيهبط ويكش ويدبل خالص معانا ويبقى حبة مش كتير قوي، فعشان كده بقولك كتري ما تقلقيش. والبصل على النار كده هحط معلقة كبيرة من السكر، دي على قد فرخة كبيرة 2 كيلو وحوالي نص كيلو بصل او ازيد كمان. وهنفضل بقى نقلب كل شوية كده في البصل لغاية ما يدبل ويتكرمل وياخد معانا لون حلو كده. نشوف هنعمل بقى فيه ايه تاني، هنسيبه. وادي المادة الدهنية عندنا في الحلة بدأت اهي تسخن. احنا دلوقتي هنا بنعمل شوربة البطاطس، وقلنا مقاديرها عبارة عن ربع كيلو من قطع الفراخ اللي متقطعة مكعبات صغيرة خالص، ربع كيلو من البطاطس اللي متقطعة برضو مكعبات، عندنا بصلاية مفرومة، وعندنا كمان نص كوباية من الشبت المفروم، ونص كوباية من الكريمة اللباني. تمام، يلا نحط بقى الفراخ. بسم الله، ونبتدي نشوحها. ونقلب هنا ايه الاخبار. كده ممكن بقى نطلع فاصل على بال ما البصل يبتدي يدبل معانا وياخد اللون، والفراخ بتاعتنا او مكعبات الفراخ تبتدي تستوي. نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول نشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، الفراخ بتاعتنا خلاص اتشوحت كويس قوي، ما رضيتش احط حاجه غير لما نرجع احط دلوقتي عليها البصل، بصله متوسطه مفرومه. اهي هنشوحها تشويحه، مش محتاجين ان احنا نلونها ولا حاجه، تدبل بس. وعندنا بصوا البصل ابتدى اهو ياخد لون، ومعاه لغايه ما يتكرمل خالص. شايفين الكميه اللي احنا كنا حاطينها كانت يعتبر ماليه اكتر من نص الصينيه، دبلت وقلت خالص اهو. بعد ما شوحنا البصل مع الفراخ اللي احنا في البدايه شوحناها كويس، هحط البطاطس مقطعينها مكعبات صغيره جدا علشان تبقى معايا في المعلقه كده سهله. وتشويحه برضو، ونبتدي نحط لها بقى ملح وفلفل. التشويحه دي هتخلي البطاطس تبقى متماسكه ما تتهريش مني في الشوربه، يعني التشويحه اللي احنا بنشوحها لها دي هتخليها تفضل قطع مكعبات زي ما هي بالظبط. يبقى نقول عملنا ايه في الشوربه من البدايه كده. الاول حطينا معلقه زبده، شوحنا فيها الفراخ لغايه
ما اتشمعت خالص الفراخ بتاعتنا، نزلنا ببصلايه مفرومه قلبناها لغايه ما دبلت، وبعدين نزلنا بالبطاطس بتاعتنا. هنديها تقلبتين كده علشان البطاطس ما تتهريش في التسويه. محضرين معانا ميه سخنه، لو عندك شوربه ممكن تضيفيها، ممكن تعملي الشوربه دي اصلا من غير قطع فراخ، تبقى شوربه بطاطس بس، بس يفضل طبعا يكون عندك شوربه جاهزه عندك علشان تحطيها تدي طعم للبطاطس. اظن كده تمام، شايفين البطاطس عامله زي اللي ابتدت تتحمر اهي. ابتدي احط الميه المغليه. بسم الله. لون الشوربه حلو قوي وريحتها كمان طالعه جميله جدا. حطينا لها ملح وفلفل. هغطيها واسيبها بالظبط 10 دقائق هتكون استوت وبقت زي الفل. عفوا. ونبتدي نقلب البصل بتاعنا. شايفين اللون بتاعه بدا اهو يتكرمل مع معلقه السكر. تمام كده. المية بتاعتنا نسخنها تاني. طيب على بال ما البصل بتاعنا يبتدي ياخد لون الاغمق من ده اللي احنا محتاجينه، تعالوا نقول مقادير الجاتو اللي هنعمله النهارده علشان نكسب وقت. مقاديرنا النهارده للجاتو، الاول الكيك بتاعنا هتبقى عباره عن 3 ارباع كوبايه من الدقيق منخول، 3 ارباع كوبايه سكر، والسكر يفضل يكون سكر ابيض ناعم، 4 بيضات، معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من الفانيليا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه ملح بسيطه جدا على طرف المعلقه. دي مقادير الكيك نفسها. عندنا بقى الكريمه اللي هنزين بيها، هتبقى ربع كيلو من الشوكولاته البيضة مدوبينها في نص كوبايه لبن سخن، يعني هتغلي اللبن نص كوبايه لبن وتحطي عليها ربع كيلو من الشوكولاته البيضة المبشوره عشان تسيحيها. عندنا كوبايتين من الكريم شانتيه، ولكل كوبايتين كريم شانتيه خام كوبايتين لبن متلج وكوبايه سكر باودر. عندنا 3 كوبايات من الفراوله المغسوله ومتنشفه كويس جدا ومقطعينها مكعبات صغيره. تمام، ضروري جدا تكون متنشفه. وهنزين بقى بشوكولاته خام دارك، وعندنا كريز كيوي، طبعا التزيين ده بيبقى براحتك خالص. قلنا كده المقادير. شايفين البصل كل ماده عمال يعني بيدبل اكتر بيديني لون افضل. هنزل دلوقتي بالميه المغليه. حط حوالي كوبايتين ميه. هنحط كمان قطع الفراخ بقى اللي احنا كنا محمرينها، والصوص اللي نزل منها ده هنحطه كله عشان يدينا طعم حلو. كل الفراخ، كل طعم الفراخ نازل فيه. تمام كده قوي. وهنغطي بقى ونسيب الفراخ بتاعتنا تستوي، وهنهدلها النار كمان عشان تكمل تسويتها على نار هادية. والصوص هيبتدي يقل ويتقل ويدينا طعم حلو جدا. هنعمل ايه؟ طب الغطا نهدي النار اهي واحد فيهم. تمام هو ده. والشوربه بتاعتنا كمان هنهدي عليها النار. شايفين تغلي كويس اهي. 5 دقايق كمان وهنطفي عليها. كده خلصنا الفراخ سايبينها التسوية، والشوربة برضو سايبينها على التسوية. ومعانا حنان. ازيك يا حنان؟ الله يسلمك. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام يا روح. تمام يا ربي دايما يا رب. الله يخليك تسلميلي. بصي
حضرتك عايزه اعرف طريقه عمل القرص والكيكه. قرص طريه؟ ايوه. حاضر. والكيكه ايه بقى؟ كيكه شوكولاته. عينيا حاضر، هنزل لك قرص وكيكه. شوفي لنا يا نور كده يا حبيبتي. ماشي، نورتيني يا حنان، ميرسي لاتصالك يا حبيبتي. تسلمي يا روحي. هنجيب بوله بقى نشتغل فيها. تمام. طيب احنا قلنا معانا كوبايه الا ربع من الدقيق المنخول، وكوبايه الا ربع سكر، وعندنا معلقه خل كبيره، معلقه من الفانيليا صغيره، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام، نص معلقه من البيكنج باودر، واربع بيضات. هناخد البيض، في معلقتين زيت. طب انا احطهم من عندي هنا. تمام. حطينا البيض، هنحط طبعا معاه الفانيليا كده على طول، طالما في بيض يبقى لازم فانيليا، وادي السكر. هنضرب بس البيض الاول مع الفانيليا كويس. بسم الله. حلو جدا. خفقنا البيض مع الفانيليا، هبتدي احط 3 ارباع كوبايه من السكر الابيض الناعم. تمام، مش مطحون، لا، سكر ابيض ناعم، وده عشان يدينا نتيجه كويسه وما نلاقيش حبيبات سودا في الكيك. ونخفق بقى كويس جدا. خطوة مهمة هنا، المفروض يتضرب كويس جدا 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 لغاية ما يعمل فوليوم معانا علشان يدينا نتيجة كويسة جدا. أنا هروح للفراخ بتاعتنا نحط لها التوابل عشان ما حطيناهاش، عشان تستوي وتاخد طعمها. شغالة أهي، عندنا الزعتر وعندنا البهارات السبعة وكمان كزبرة ناشفة. انا افتكرتها بس علشان ايه الفراخ تاخد من طعم التوابل وهي بتستوي كده. والشوربه بتاعتنا شغاله دقيقتين بالظبط وهنطفي عليها. باينه معانا اهي تغلي وزي الفل. تمام، دقيقتين بالظبط وهتكون خلاص تمام وتتقدم على طول. يبقى احنا عملنا ايه في الجاتوه؟ حطينا 4 بيضات، حطينا معاهم معلقه صغيره فانيليا، وحطينا كمان 3 ارباع، ضربناهم كويس، وحطينا 3 ارباع كوبايه سكر ابيض ناعم، وخفقنا ولازم نقعد نضرب فيهم كويس لغايه ما يعملوا معانا فوليوم. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول نكمل احنا بنعمل ايه. ورجعنا لكم تاني. شايفين خليط البيض مع السكر والفانيليا؟ بصوا بقى عامل ازاي، هو ده المطلوب. اللون اختلف خالص، ابيض خالص، بقى قوام كريمي، ولونه كمان بقى كريمي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هحط معلقتين من الزيت. وهنا الزيت فايدته انه بيخلي الكيك طريه كده وفيها غناوه، ما بتبقاش ناشفه وملهاش طعم. تمام، معلقتين بس ونخلط. وادي معلقه كبيره من الخل، والخل هنا فايدته ان يدي هشاشه ويشيل اي زفاره للبيض لو موجوده. هنضيفها برده ونخلط.
كده فاضل معانا المواد الجافه اللي هي 3 ارباع كوبايه دقيق، نص معلقه من البيكنج باودر، ذره ملح يعني على طرف المعلقه كده، وهنقلبهم. وقلنا الدقيق بتاعنا انخليه مرتين ثلاثه، يعني كل ما نخلتيه اكتر كل ما اخدتي نتيجه افضل للكيك. قبل ما نبدا شغلنا الفرن بتاعنا على 170، وهندخل الكيك بتاعنا على الرف الوسطاني. مجهزين كمان الصينيه بتاعتنا مقاسها 35×25 علشان تطلع معايا راق بسيط جدا. تمام، هنبتدي نخلط الدقيق على اول سرعه او على اقل سرعه. كده مهمة المضرب خلصت خلاص، نركنه بعيد ونجيب الاسباتيول بتاعنا والصينية بتاعتنا اللي احنا مجهزينها بورقة الزبدة او دهنينها زبدة ورشينها بالدقيق، ونحاول الحروف بتاعتنا لو في دقيق ولا حاجة ونخلط كله علشان ما يبقاش معانا دقيق مركون في اي جنب. ده مقدار لصينية واحدة. تمام، احنا النهاردة هنعمل جاتوه، فهنحتاج ان احنا نضرب المقدار ده في 3 او نعمله على 3 مرات علشان ما ينفعش مفيش فرن هياخد 3 صواني. تمام، فاعمليه على 3 مرات، كل مرة اعملي نفس المقدار بنفس التكنيك بالظبط ودخلي الفرن، ولما يستوي طلعي واعملي غيره. تمام، لو حابة تعمليه بالشكل اللي انت هتشوفيه معانا دلوقتي. اتفقنا، فرننا شغال من قبل ما نبدأ على 170، وهندخل على الرف الوسطاني. نحاول نعمل كده عشان لو في أي فراغات تتظبط معانا. خلاص يلا بينا ندخل الصينية بتاعتنا في الفرن. بس كده هتقعد في الفرن يعني من ربع ساعة لتلت ساعة، ده بالكتير جدا. بعد 12 دقيقة كده ابتدي تابعيها وحطي ستيكس في النص، لو لقيتيها استوت خلاص يبقى زي الفل. طيب يلا بينا نقدم الشوربة بتاعتنا، زمانها كده بقت تمام قوي. احنا قلنا مش تاخد على النار اصلا 10 دقايق لان الفراخ متقطعة مكعبات صغيرة، البطاطس كمان متقطعة مكعبات صغيرة. قبل ما نطفي عليها هنحط نص كوباية الكريمة اللي هي يا دوبك غلوة واحدة بس، ونطفي. ريحتها حلوة قوي بجد. وادي الشبت، هنحط رشة من الشبت، ومعانا رودينا. ازيك يا رودينا؟ الو الو، ازيك يا رودينا، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك يا حبيبي، انت اخبارك ايه؟ أنا أخبارك إيه؟ قوي. حبيبتي وأنا كمان، تسلميلي. مودي عايزة أتكلم حضرتك. اتفضلي يا روحي. أيوة شيف. أيوة حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. تسلم إيديكي على الحاجات اللي بتعمليها الجميلة. تسلمي يا روحي، تسلمي وتعيشي يا رب. ربنا يخليكي. أنا ممكن كنت أسأل سؤال بعد إذنك؟ أه اتفضلي طبعا. كنت عايزه اعرف نوع البوتاجاز والفرن بعد اذنك. معلش. طب ارجعي لهم في الكنترول روم يقولوا لك. تمام، ليكي اي اسئله تانية؟ نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. شايفين الشوربه لذيذه جدا، طعمها حلو قوي وريحتها بجد تحفه، كمان مكوناتها لذيذه جدا، هتساعد بقى على التدفئه في الجو الجميل ده. ودي شوربة البطاطس زي الفل. نبص بص على الفراخ بتاعتنا برضو نطمن عليها عشان نكمل الجاتو. شغالة، هنسيبها زي ما هي ونكمل. ودي الشوربة، نطلعها كده شوية. بصوا بقى معايا الكيك بعد ما بيطلع من الفرن، بصي طبقة رقيقة وده المطلوب،
بصي معايا اهو، طبقه رقيقه ده المطلوب مننا، ويلا بينا بقى هناخد اول طبقه. عملنا زي ما اتفقنا ثلاثة، بس مش هينفع الثلاثة يدخلوا مره واحده، فاعملي المقدار ويعني اعمليه على ثلاث مرات، كل مره تعملي وتدخليه في صينيه، ولما تيجي قبل ما تطلع على طول اعملي الثانيه وجهزيها، دي تطلع دي تدخل لغايه ما تعملي ثلاث طبقات. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الكريم شانتي اللي هنحشي بيه. وقلنا كريم شانتي الخام لكل كوبايه بتحتاج كوبايه من اللبن المتلج وكمان نص كوبايه من السكر البودر. ادي إيه الكريم شانتي وادي السكر البودر وادي اللبن السائع، سائع متلج علشان يديكي نتيجه كويسه. يلا بينا ونخلط كويس جدا. لاحظتوا ان هو كان سايل في البدايه، كل ما هتخفقي اكتر بالمضرب كل ما هياخد معاكي قوام اللي انت عايزاه ويتقل معاكي، يبقى ضروري نخفق السكر باودر مع الكريم شانتي مع اللبن مده ما تقلش عن 7 دقائق. ومعانا هنا شوكولاته خام بيضه سيحناها في نص كوبايه لبن مغلي، هنضيفها ونكمل خفق. معانا تليفون، معانا مين؟ اهلا، ازيك يا حاجه سوسن؟ الو الو. ايوه ايوه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حبيبتي. ازيك عامله ايه؟ ايوه بس الصوت ضعيف شويه. لا واصل جدا، صوتك جاي لي كويس. اه انا سامعاكي كويس. مش لا والله انا بحبك قوي قوي قوي. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي لي. اه والله انت يعني انسانه بجد بمعنى الكلمه يعني. والله ميرسي يا روحي، تسلمي لي والله. انا سعيده بيدي انا وصلت لك وعرفت اكلمك. انا اسعد والله العظيم. بصي يا حبيبتي، كنا في زمان حاجه بنعملها كده زي مش برميوش، هي حاجه بتبقى طريه حلوه كده. اه بتفتحيها وتحطي فيها مربى وعلى وشها سكر. اه بودره اسمها ترافل، كانت حاجه كده. تمام، فيا ريت تعملها لنا. عينيا قادرها. عينيا حاضر. تسلم عينيكي يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي يا رب. ميرسي. اه تمام يا روحي، عينيا الاثنين ليكي يا حاجه سوسن، نورتيني. يلا بينا بسرعة نكمل خفق. حطينا هنا الشوكولاتة الخام السايحة. خفقنا الكريم شانتي وحطينا له الشوكولاته البيضة السايحه، والشوكولاته البيضة هتعمل ايه؟ هتخلي القوام بتاعنا متماسك والطعم كمان احلى. طيب هنعمل ايه؟ ده اول راق، وهنجيب معانا طيب ناخد دي كنا بنستعملها، وهنبتدي نحط كريم شانتي
بين الطبقات. حط كمية كويسة. اتفقنا ان الكريم شانتيه كل ما خفقتيه اكتر كل ما اداكي نتيجة افضل وتماسك وقوام اتقل. تمام كده. وهاخد الفراولة، وده اختياري، ممكن تختاري اي نوع فاكهة تاني، ممكن من غير خالص، ممكن مكسرات. الفراولة هنا لازم تتغسل كويس، وبعد ما تتغسل تتنشف، وبعد ما تتنشف تبتدي تتقطع. وهنوزعها. تدي طعم حلو جدا جدا مع الكريم شانتيه. زي كده. ونجيب طبقة تانية. ونبتدي نظبطهم كده على بعض عشان يبقوا مظبوطين ويلزقوا كمان في بعض. ونحط طبقة كمان من الكريم شانتيه. تمام. وزي ما عملنا في اللي تحت هنعمل في دي، هنحط الفراولة اللي متقطعة ونحط آخر طبقة عليها. هنطلع فاصل صغير خالص على بال ما اعمل الكلام ده ونرجع على طول نشوف هنعمل ايه تاني. رجعنا لكم تاني. غرفنا الفراخ بتاعتنا بالبصل المكرمل، وادي الشوربه كمان، والجاتوه بتاعنا شلنا الحروف بتاعته عشان نسويها، والحروف اهي ممكن نحطها في كاسات ونحط عليها كريمه ونزينها وتبقى ترايفل. ما حصلش. هنبتدي بقى، خدناه بالنص كده وهنبتدي نقطعه قطع متساويه بالشكل ده. يفضل طبعا انك تستخدمي السكينه اللي هي المنشار علشان تديكي نتيجه كويسه. المية السخنة كمان بتساعد ان السكينة تفك معانا على طول الكريمة اللي فيها علشان تقطع معانا اسهل. خلصنا تقطيع، هنبدأ نزينهم بقى. عندنا كريم شانتيه، نعمل وردات. طبعا التزيين ده بيبقى أذواق، براحتك خالص.
عندنا كريز وكيوي عشان نكسر اللون. وادي الكيوي ولا اسهل من كده، ما اخدش مننا وقت خالص وشكله حلو جدا وطعمه في منتهى الجمال، وكفايه انك انت عاملاه بايديكي في البيت. ممكن كمان نعمل وردات من الشوكولاته الخام، هنسيحها وبعد كده نعمل اي اشكال بكورنيه صغير كده، اي شكل انت حباه على ورقه زبده وتحطيها في الفريزر، هتبتدي تديكي شكل لطيف جدا ومتماسك. يلا نقدم بقى. ممكن ثواني. حالا حالا نجيب بقى ايه عايزين نجيب. دي هنرفع بيها عشان نشوف شكله ايه. بسم الله. بصوا ثلاث طبقات باينين. الجاتو نفسه هش جدا، الكيكة هشة وجميلة جدا. تمام، يبقى احنا عملنا النهاردة الفراخ بالبصل المكرمل، عملنا شوربة البطاطس بالفراخ، وعملنا كمان جاتو الكريمة بالفراولة، حلو جدا. يلا بقى جربوا وقولولي رأيكم ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.